كلنا معرضين للمواقف المحرجة، فالحياة مليئة باللحظات الحرجة، بعضها عبارة عن مواقف محرجة صغيرة ننساها لاحقا في بضع لحظات، ولكن بعضها الآخر عكسها تماما وتبقى عالقة في ذاكرتك مدى الحياة. خاصة في المجال الرياضي، فاللاعبون معرضون للكثير من الأخطاء المضحكة والأحداث الغريبة. لذلك جمعنا لكم في هذا الفيديو 10 لقطات ومواقف محرجة حدثت في الرياضة على الهواء مباشرة. هيا بنا. شاهدوا ما الذي حدث لحارس المرمى هذا عندما أراد استعراض مهاراته. لقد كلف فريقه هدفا سهل. عندما كان لاعب السلة هذا يحيي المشجعين، قام بتحية وجه صبي كان بين المشجعين في لقطة طريفة جدا. في مباراة لصراع الفيلة، هذه يبدو أن الخصمين قويان ويتمتعان بالمهارة والحيلة حتى تتحرج أحدهم على الجمهور. لاعب التنس هذا ظن وجه مساعد الحكم كرة تنس فقام بضربه مع الكرة. ردة فعل لاعب السلة هذا مضحكة للغاية، لقد كاد أن يتسبب بنوبة قلبية لهذا المسكين من أجل قارورة الماء. هذا اللاعب السنغالي لم تكفيه لعنة الإصابة حتى أرادت عربة الإسعاف دحسه. يا له من مسكين. لهذه الأسباب لا تحتفل مبكرا، إياك وأن تفعل ذلك فقد تخسر السباق مثل ما حدث مع صديقنا هذا. شاهدوا ما الذي حدث في مباراة البيسبول. ضربة قامت بتحطيم الكاميرا على المباشر. في مباراة لكرة الطائرة للسيدات، وبسبب صد الكرة من لاعبة بوجهها طارت الكرة لسطح الملعب وانحشرت هناك. لقد انتهت المباراة مبكرا. لاعبة الجمباز هذه ماهرة للغاية إلى أن لديها سقطة أكثر من غريبة. ردة فعلها تبين أنها لم تكن مصدقة. في مباراة كرة التنس تعرض هذا اللاعب لموقف محرج لن ينساه طوال حياته، فبعد تصديه للكرة وقع على الشباك ولم يستطع النهوض إلا بمساعدة خصمه. في مباراة للكريكيت تعرض هذا اللاعب لضربات أضاعت مستقبله بالكامل حتى أنه ندم على المشاركة في المباراة. يا له من موقف محرج. الحماس الشديد لهذين اللاعبين جعلهم ينطحون رؤوسهم بكل قوة حتى أنهما تألما من الضربة. عندما كان هذا المشجع يتكلم في الهاتف، ظهر هو وصديقته في كاميرا الملعب. عندها قامت صديقته بلفت انتباهه بأننا على الكاميرا ليطلب منها أن تصمت، فهو مشغول بالتكلم لتقوم بسكب الماء عليه في موقف محرج ومضحك للغاية. Run free and dive into the sky. Hear the wind.